عندنا بطاطس كده شوينها في الفرن وهنحشيها لحمة مكعبات مع حشوة البطاطس والكريم. ماشي، نبتدي مع بعض أول وصفة وهي وصفة البطاطس. بصوا أنا كل اللي أنا عملته إن أنا قسمتها نصين ودخلتها الفرن خلاص وطلعت الحشوة منها، بس هو ده اللي أنا عملته. أنا بس مش يعني مش مكنتش عايزة بس أضيع وقت في كده. خلاص الحشوة بقى أهي دي البطاطس اللي طلعت منها. تمام، عندنا بقى بقدونس وكزبرة خضراء، عندنا زبدة، كريمة، ذرة، بودرة ثوم وبابريكا وكمان زعتر وملح وفلفل ومكعبات لحمة فيها دهون كده يفضل انها تبقى انتركوت. ماشي، عشان بتبقى طرية وعايزة الفاتس بتاعتها دي شوية. طيب هحط معلقة زيت مع حبة فلفل اسود قبل ما ايه ما احطه اللحمة. خلاص اهي، واسيبها بقى ايه تستوي براحتها لحد ما اظبط البطاطس. هتظبط ازاي البطاطس؟ هجيب الحشوة اهي سخنة، خلي بالكم ومفروض تبقى سخنة عشان وانا بعملها كده الزبدة تتهرس فيها. هحط عليها بودرة الثوم، الباقي هنا، حبة بابريكا الباقي هنا، زعتر، الزبدة، وابتدي اهرسها. وهسيب الكريمة كده شوية عشان انا عايزة اسخن الكريمة قوي وبعدين احطها، لان انا طبعا عايزاها سخنة. طبعا هي ممكن تتاكل باردة ممكن تتاكل سخنة، بس انا عايزاها سخنة. طيب هسخن دي كده كمان. قلب كده اللحمة اهي، وعايزاها ميديوم ويل. ماشي، هحط هنا مكعب زبدة مع ال مع الذرة، بيدي طعم احلى بكتير لو كنا حطيناه كده على طول. سيبها كده تسيح، هرش رشة بقدونس، رشة كزبرة، وايه واكمل الهرس. اول ما دي تسيح كده وتبتدي تسخن هبتدي احطها على البطاطس. احط عليها رشة ملح، فلفل اسود، احط عليها حبة مية مغليين صغيرين قوي عشان ايه تستوي اسرع، واسيبها بقى ايه تستوي براحتها خالص. بصوا كمان هتطريها قوي. كده او الزبده ابتدت تسيح، ابتدي احط الكريمه تغلي معاها واقوم حطاها على البطاطس. من الحاجات الطعمه قوي الوصفه دي.
كده. اول ما الصوص ده يبتدي يقل خالص هبتدي احطه كده ولا كده، انا مش عايزاها دلوقتي. دي بقى خلاص سخنت وبقت تمام وجاهزه. احط الاول الذره وبعدين انزل الكريمه حبه حبه عشان ما تبقاش بس ايه يعني لينه قوي. خلاص ادوها بقى كده واشوف تمام جاهزه ان انا احشيها ولا لا. ناقصها حبه ملح. ابتدي بقى احشيها كده. خلاص حطها كده على جنب بقى وبص على اللحمه بس. هي اصلا استوت، هسيبها بس ايه الصوص هنا يتقل شويه. انا عايزاه يتقل شويه، ممكن اسيبه كده شويه وممكن احط له معلقه نشا صغيره. بص بقى انا حطيت بس ده في طاسه او كسرولة اصغر. ليه بقى؟ عشان انا هنا بصوا اللحمه بقت خلاص جاهزه، جبت معلقه نشا دوبتها اهو في حبه كريمه وهحطها كده عشان عايزه التوبنج بتاعي يتقل شويه. دي اختياري، لو مش عايزينه يتقل حطوه كده زي ما هو، بس انا حاسه ان لو تقل هيبقى اطعم بكتير. اهو خلاص ونقلب. هيتقل على طول. واحضر بقى ايه الطبق التقديم بتاعي. عندنا خضره، والخضره دي تبقى مغسوله كويس جدا عشان احنا هناكلها مع البطاطس، احنا مش بنحطها زينه كده وخلاص. ماشي، بما ان في رمان صراحه هستغل واحط الرمان كده برده، هيدينا شكل جمالي حلو جدا وكمان هيدينا طعم لذيذ قوي مع البطاطس. وهجيب كده هحط التوبنج هنا بعدين ابتدي ارصها واحده واحده على الطبق. طيب ابتدي بقى احط كده التوبنج اهو، اشيل بس ايه اقلل الصوص من عليه اهو واحطها كده. هي سخنه بس خايفه ايه اهي. ماشي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده.